جماعة الحوثي في اليمن مستمرة في مهاجمة المدمرات الأمريكية، ويوم أمس قاموا بهجوم جديد تجاه إحدى المدمرات الأمريكية المهمة للغاية. التفاصيل جاءت مباشرة من قبل القيادة المركزية الأمريكية، والمزيد من التفاصيل نشرت أيضا حول هذا الأمر من قبل ستارز أند سترايبس. والمدمرة الأمريكية المستهدفة هذه المرة هي USS كارني. ما الذي جرى يا ترى؟ هذه المدمرة الأمريكية كانت متواجدة طبعا في البحر الأحمر، وكانت هي ترافق في حقيقة الأمر سفينتين من السفن الخاصة بالمعدات الأمريكية والأسلحة الأمريكية تحديدا المرتبطة بالبحرية الأمريكية، وبمجرد ما وصلت باتجاه مدينة الحديدة بهذا الشكل تقريبا، مدينة الحديدة التي تسيطر عليها طبعا جماعة الحوثي، فجأة في الساعة 11 من صباح يوم أمس جاءت طائرة إيرانية الصنع مسيرة طبعا مفخخة. هذه الطائرة انطلقت من مناطق تواجد وسيطرة جماعة الحوثي، وطائرة من نوع KASO4، أي بمعنى آخر هي من نوع صمات ثلاثة التي طبعا يصل مداها إلى 1600 كيلومتر، وتحمل رأسا حربية شديدة الانفجار، وكذلك تتمتع بدقة عالية عندما تصيب أهدافها. هذه الطائرة انطلقت بهذا الشكل واقتربت بشكل مباشر وخطير على USS كارني الأمريكية، ولكن طبعا المدمرة الأمريكية تمكنت تماما من تدمير وضرب هذه الطائرة المسيرة، بالتالي لا قتلى ولا جرحى ولا خسائر مادية لا على المدمرة الأمريكية التي نتحدث عنها ولا على حتى السفن الأمريكية التي كانت ترافقها. ولكن هذا الهجوم هو يعتبر هجوما خطيرا للغاية، لأنه جاء بشكل مباشر على سفينة حربية أمريكية مهمة، ويأتي بعد 72 ساعة فقط من استهداف مدمرة أمريكية أخرى، ألا وهي USS ميسن في خليج عدن. وهذا الاستهداف كان قادما من قبل جماعة الحوثي مرة أخرى بصاروخين من الصواريخ البالستية، والتي سقطت على مسافة 10 أميال أي 16 كيلومتر تقريبا من هذه المدمرة الأمريكية، التي قامت قبل ساعات من هذا الاستهداف بإنقاذ سفينة تجارية ولشحن حمض الفسفوريك أو المواد الكيميائية، وكان على متنها 22 من طاقمها، أنقذتها تماما من محاولة قرصنة، كما قال البنتاغون بأنها كانت قادمة من قبل مجموعة من الصوماليين 5 من المسلحين، لكن بعد ساعات جاء هذا الهجوم بهذا الشكل. وكذلك في 15 من نوفمبر الحالي كانت هنالك وكان هنالك أيضا بيانا صادرا من قبل القيادة المركزية الأمريكية، قالت بأن هنالك طائرات تابعة لجماعة الحوثي إيرانية الصنع كانت قد استهدفت وهاجمت بشكل مباشر على ما يبدو بالنسبة للأمريكيين وتقديراتهم، هاجمت USS توماس هادنر الأمريكية الموجودة طبعا في البحر الأحمر، اقتربت منها بشكل خطير، ولكنها تمكنت هذه المدمرة الأمريكية أيضا من ضرب هذه الطائرات المسيرة. وبالتالي نحن نلاحظ وواضح جدا من خلال كل هذه الأحداث التي نتحدث عنها بأن جماعة الحوثي يبدو بأنها وسعت من بنك أهدافها، ولم تعد تقتصر أهدافها واستهدافاتها على السفن التابعة للجانب الإسرائيلي أو على العمق الإسرائيلي، لا أبدا، بل يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت من ضمن بنك أهدافها وبدأت تستهدفها بهذا الشكل الكبير. بالتالي القطع البحرية الأمريكية أصبحت تحت الخطر، وكذلك السفن الشحن وسفن الشحن الإسرائيلية المرتبطة أيضا بعدد من الدول الأوروبية تستأجرها منهم أو في شراكة معهم أو تكون متمركزة في دولة أوروبية أو غيرها، كلها أصبحت أيضا تحت الخطر مرة أخرى. أكثر من هدف في منطقة مهمة للغاية وحيوية مثل البحر الأحمر طبعا أصبح مهددا من قبل جماعة الحوثي، وكذلك أيضا مضيق باب المندب أصبح تحت الخطر، وهو الذي يمر من خلاله 6% من الطاقة العالمية ومن النفط العالمية، وكذلك 40% أيضا من التجارة العالمية. وكذلك أيضا نتحدث عن خليج عدن بأنه أيضا أصبح تحت الاستهداف من قبل جماعة الحوثي في تصعيد خطير وخطير للغاية. USS كارني المدمرة الأمريكية التي نتحدث عنها اليوم بحسب آخر انتشار لها بحسب ما نشره شيزو انتل، أوضحت بأن هذه المدمرة الأمريكية الآن أصبحت موجودة هنا تحديدا رقم 6 كما تلاحظون، التي تشمل USS كارني USS ميسن المدمرة الأمريكية الأخرى، وكذلك مدمرة
يابانية ومدمرة تابعة لكوريا الجنوبية هي موجودة في هذه المنطقة. وبشكل مثير عمليات البحرية البريطانية التي تتتبع بشكل مكثف السفن التجارية الموجودة في المنطقة التي نتحدث عنها وحتى على مستوى العالم، أوضحت يوم أمس بأن كان هنالك إنذارا كما تلاحظ في 29 من نوفمبر أن هنالك نوع من الاشتباه الذي لاحظوا من خلاله بأن هنالك حركة غريبة تجري في هذه المنطقة في النقاط الثلاثة هنا، مما يشير بأن قد تكون هنالك عملية قرصنة أو محاولة للقرصنة عند خليج عدن هنا بهذا الاتجاه. وطبعا 29 من نوفمبر يعني عندما كانت USS كارني التي نتحدث عنها قبالة الحديدة وتعرضت للهجوم بالطائرة المسيرة بهذا الشكل، يعني بأن فقط USS ميسن هي التي كانت موجودة مع المدمرة اليابانية وأيضا المدمرة الكورية الجنوبية أو القطعة البحرية الكورية الجنوبية كانت موجودة في هذه المنطقة. بالتالي نلاحظ الكثير من الخطر يأتي في هذه المنطقة بهذا الشكل الكبير منذ يوم أمس حتى يومنا هذا، ولكن يبدو بأن ردة الفعل بدأت تظهر باتجاه جماعة الحوثي وبدأت تحدث بعض الأمور والانفجارات في داخل اليمن. فاليوم وقبل ساعات من الآن جاء انفجار كبير في داخل صنعاء كما تلاحظون بهذا الشكل في جبل عطان، والأنباء طبعا متضاربة، ليس هنالك شيئا مؤكدا. جماعة الحوثي وقنواتها التابعة لها تقول بأن هذا الموقع هو عبارة عن محطة للغاز قد انفجرت بهذا الشكل، البعض الآخر يقول بأنها نقطة للمخلفات الحربية وفجرتها جماعة الحوثي وبالتالي لا داعي للقلق، ولكن البعض الآخر يقول بأن التوقيت مثير للغاية وهو يأتي بعد الهجوم على USS كارني الأمريكية التي نتحدث عنها والعديد من الهجمات على المدمرات الأمريكية واحتجاز السفن مثل جالاكسي ليدر طبعا، وأيضا في نفس الوقت الهجوم على العمق الإسرائيلي. وبالتالي التوقيت لهذا الانفجار هو مثير ومثير للغاية، وقد تكون ضربة غامضة، ضربة أمريكية، ضربة إسرائيلية أو حادث كما تتحدث جماعة الحوثي، لكن التوقيت طبعا هو مهم ومهم للغاية، لا شيء مؤكد أبدا، ولكن لا بد أن ننتظر تفاصيلا أكثر حول ما جرى في هذه النقطة. وطبعا USS كارني واستهدافها من طائرة صمات ثلاثة التي نتحدث عنها بهذا الشكل هي أيضا جاءت بعد الأنباء التي انتشرت حول تحرك من السناتور الجمهوري المعروف عن ولاية تكساس تيد كروز في مجلس الشيوخ الأمريكي. هو وستة من أعضاء الحزب الجمهوري بدأوا يتحركون ووضعوا مشروع قرار من أجل إعادة إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب، وهذا يعني ببساطة مثل هذه التحركات ومثل هذه التطورات أن جماعة الحوثي بدأت تصعد، وأصبح من المتوقع بأنهم سيصعدون بشكل أكبر وأكبر في المنطقة التي نتحدث عنها، البحر الأحمر، مضيق باب المندب وخليج عدن. يجب أن نتوقع كل شيء في ظل كل هذه التطورات، وخاصة أن الجانب الإيراني أيضا يهدد بشكل كبير ويرسل الكثير من الرسائل للجانب الأمريكي عندما جاءت USS دوايت آيزنهاور حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة وهي تدخل إلى مضيق هرمز، وكانت طائرة أبابيل 5 تصور هذه الحاملة للطائرات الأمريكية لمدة 5 ساعات، وتصور أيضا المدمرات الأمريكية بهذا الشكل عندما دخلت هذه القطع الحربية البحرية المهمة الأمريكية إلى الخليج العربي. وهذا هو الأمر الذي جعل بسرعة اليوم وزارة الدفاع البريطانية أن تعلن عن إرسالها لقطعة بحرية بريطانية مهمة وهي HMS Diamond المدمرة البريطانية المعروفة لتنضم إلى HMS لانكستر. وهذه HMS لانكستر هي متواجدة الآن كما نلاحظ بحسب شيزو انتل، هي متواجدة هنا في رقم 11 كما تلاحظون هنا. من طبيعة انتشار القوة البحرية البريطانية ستلاحظ HMS لانكستر متواجدة هنا في البحرين طبعا ومتمركزة في هذه المنطقة، وهذا يعني أن HMS دايموند التي نتحدث عنها ستكون أيضا في هذه المنطقة. وكان هنالك تصريحا لوزير الدفاع البريطاني وهو جراند شابس الذي قال بهذا الصدد وبعد إرسال هذه المدمرة وهذا الإعلان الآتي: نشر القوات سيرسل رسالة واضحة للغاية إلى إيران على وجه الخصوص ووكلائها بعدم التورط
في صراع غزة، وطبعا الانتشار في هذه المنطقة في البحرين. هناك الكثير من الأمور التي تحدث مع دخول حاملة الطائرات الأمريكية دوايت آيزنهاور، رقابة أمريكية كبيرة تنطلق من البحرين باتجاه إيران من قبل الطائرات الأمريكية التجسسية. فعلى الفلايت رادار اليوم ظهرت هذه الطائرة كما تلاحظون تحلق من البحرين مباشرة إلى السواحل طبعا الإيرانية، وكما تلاحظ من طبيعة تحركها ذهابا وإيابا هي تراقب العمق الإيراني وما ممكن أن يكون قادما منه. ويجب أن نتوقع الكثير من هذه الطائرات أن تحلق بهذا الشكل في ظل القطع الحربية الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة. وطبعا بحسب تسجيل الفلايت رادار الذي ظهر اليوم واضح بأننا أمام EP-3E Ares-2، هذه الطائرة التابعة للبحرية الأمريكية هي التي تقوم بمثل هذا الاستطلاع وتجميع المعلومات الاستخبارية المهمة المفيدة للولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي الانتشار الأمريكي بشكل عام الآن عندما نأخذ صورة عن طبيعة كيف هم ينتشرون المدمرات، طبعا تنتشر في البحر الأحمر كما نلاحظ، هي موجودة أيضا في البحر المتوسط. وفي البحر المتوسط يجب أن لا ننسى USS جيرالد فورد حاملة الطائرات الأمريكية المعروفة، وكذلك أيضا لدينا USS دوايت آيزنهاور قد دخلت إلى الخليج العربي، وكذلك بأن USS فلوريدا الغواصة النووية الأمريكية المهمة للغاية والاستراتيجية والسرية بالنسبة للولايات المتحدة أيضا موجودة في الخليج العربي بحسب ما تحدثت عنه بلومبرغ مؤخرا. وأيضا يجب أن لا ننسى USS ميسن وكذلك USS كارني، وهنالك أيضا مدمرات أمريكية أخرى وقطع أمريكية موجودة على مستوى خليج عمان وبحر العرب منتشرة بهذا الشكل. وبالتالي تلاحظ أن الانتشار الأمريكي يوضح للجميع، يوضح لأي طرف موجود في هذه المنطقة، إن كانت الفصائل في العراق، الفصائل في سوريا، أو حتى حزب الله اللبناني بأي شكل من الأشكال، أو جماعة الحوثي بما فيها إيران، بأننا حاضرون لحماية المنطقة بأكملها بما فيها مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وسنحمي الملاحة العالمية بشكل عام وقادرون على الدفاع، ولكن أيضا لدينا قدرة على ردة الفعل قوية للغاية. وأن الانتشار كما تلاحظ من حاملات الطائرات هو أيضا انتشار هجومي على إيران، على العراق، على سوريا، على الحوثي، هم متواجدون طبعا في كل مكان. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية واضح حققت انتشار هائل وهائل للغاية في هذه المنطقة، ولكن أصبحت أيضا في نفس الوقت من طبيعة هذا الانتشار يوضح لك بأننا أمام أيضا تنوع للأهداف بالنسبة لجماعة الحوثي، إيران أو أي طرف آخر ممكن أن يستهدف أي منها، وممكن أن يشعل الأمور إلى أبعد مما هي عليه الآن.